هنروح لموضوع مهم وخبر جديد وجهاز جديد للدولة بيدخل ضمن وزارة المالية. احنا عارفين بعد ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون انشاء جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، الدكتور محمد معيط وزير المالية وضح انه القانون ده بينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي وجهاز تصفية الحراسات. أنا لسه مش فاهم الخبر قوي وهنفهمه أكتر، بس يعني ده نوع من أنواع التنظيمات الإدارية، توحيد كمان للجهود، وانه في اطار من الاصلاحات الهيكليه في هذه القضيه، وهو ده الجوهر من انشاء هذا الجهاز الجديد. طيب ايه بقى هو الجهاز الجديد ده؟ جهاز الاداره والتصرف في الاموال المستردّه والمتحفظ عليها. جهاز الاداره والتصرف في الاموال المستردّه المتحفظ عليها. دكتور محمد سليمان أورا رئيس الاداره المركزيه للتشريع المالي بوزاره الماليه، بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا. معلش احنا مش فاهمين قوي، فحزين حضرتك تبسط لنا الموضوع. ايه هو جهاز الاداره والتصرف في الاموال المستردة والمتحفظ عليها، وازاي ده باليات او باساليب او بتشريعات جديده حضرتك هتوضح لنا يفرق عن اللي قبل منه؟ تمام يا فندم. هو الوضع الاولاني ان احنا كان عندنا اكتر من جهه بتتعدى الجهات الولايه على اداره بعض الاموال والتصرف فيها. على سبيل المثال عندنا جهاز تصفيه حراسات معني به اداره والتصرف في بعض الاصول. هنا الاموال المسترده، الاداره العامه للاموال المسترده لها اصول اخرى. عندنا لجان في بعض الوزارات معنيه باداره بعض الاصول، ولجان اخرى في جهات اخرى. اذا اكتر من جهه بتتعدد في اداره هذه الاموال، وبالتالي فده نوع من التشتيت الجهود، وبيحصل تداخل احيانا في بعض الاختصاصات. تبدا الناس يعني تتنازع الارض دي تبع مين، العقارات تبع مين. فاحنا النهارده هنا ان من الافضل وحسن الاداره الرشيده لهذه الاصول تعظيم العقد الاقتصادي ان اغلب الجهود دي تتوحد تحت مظله قانونيه واحده واطار تنظيم واحد يدير هذه الاموال. يبقى عندنا جهاز واحد بس هو اللي بيدير هذه الاموال، ويعتبر هو الذراع التنفيذي للخزانه العامه في اداره الاموال اللي بتقول ملكيتها للدوله ممثله في الخزانه العامه. حلو قوي. انا طيب ايه بقى هي الاموال المستردّه والمتحفظ عليها؟ يعني حضرتك اذكر لنا برضو الامثله. حاضر. احنا الاموال الجهاز اللي بيتولى ادارتها نوعين من الاموال. اموال مصادره ومستردّه ومتنازل عنها ومطروقه، وهي مصادره صالح الخزانه العامه وبيصدر بها احكام. هي اموال هي اصبحت ملكا للخزانه العامه، فالدوله تتصرف فيها كيفما تراها محقق، ارى ان هذا التصرف يحقق المصلحه العامه. فده جزء اموال مصادره. على سبيل المثال الاموال الخاصه باسره محمد علي، ما زالت هناك اموال كثيره لاسره محمد علي منتشره في الجمهوريه، فهذا الجهاز هيتولى ادارتها. الاموال اللي تم مصادرتها من اموال لاسره محمد علي دي من ايام بقى الحراسات، من ايام الثوره. عشان كده الحراسات، ما انا كنت بسال حراسات، بقول لسه عندنا حراسات ماشي، عشان كده بسال. لا هي ما فيش حراسات، لكن هي في ما تبقى من الاموال اللي كان مفروض عليها الحراسه وما زالت موجوده وبيتم اتخاذ اجراءات عليها. ودي اموال كبيره يعني؟ دي اموال كبيره؟ طبعا ما زالت اموال كبيره طبعا. تقديراتها قد ايه يا صديق؟ العقار بياخد اجراءات طويله. تقديراتها قد ايه؟ اصل دي معلومه يعني مهمه ان احنا نعرفها، لان كنا ناسيين احنا الموضوع ده. في تقدير هي ما زالت هذه الاموال، لكن التقديرات غير دقيقه في الوقت الحالي، لان هذه الاموال متغيره. يعني متغيره طبعا، اموال بيتم بيعها، في اموال بيتخذ عليها احكام، فهي التقدير غير حقيقي في الوقت الحالي او غير دقيق في الوقت الحالي. ملياريه يعني، بالمليارات؟ طبعا يا فندم. يعني هو الجهاز هيتولى اداره اموال يعني تمثل ثروه عقاريه ضخمه، بيرجع عائد كبير جدا على الخزانه العامه للدوله. حلو. اضافه عندنا اصول غير مستغله. فهذه الاموال يعني هيتم توحيدها كلها تحت جهه واحده. القوانين والقرارات والاجراءات اللي هتنظم عملها هتكون برضو يعني متقاربه، عشان ما يتمش
استغلال فرصة ووقوع تعديات عليها أو المنازع في ملكيتها. آه. طيب ودي بتشمل كمان التعدي بقى على الأراضي الزراعية، يعني أي حد بيخالف ويبني على الأراضي الزراعية لما تيجي تسترد منه الأموال بتروح للجهاز ده. لا، هي التعدي على الأراضي الزراعية ده يحكمها قانون آخر وشأن آخر. آه. لكن الجهاز يتولى إدارة أموال تم مصادرتها بالفعل لصالح الخزانة العامة للدولة. أموال أو أموال تم استردادها من الحائزين لهذه الأموال بطرق غير مشروعة لصالح الخزانة العامة للدولة. آه مفهوم. زي تجار مخدرات وبعض الأنواع. آه والمجرمين وكده. ويدور إلى الدولة. تصدر بحقهم أحكام يعني. بالضبط. المهم في النهاية أن هذه الأموال الوصف الأساسي بالنسبة لنا أن هذه الأموال هي أموال آلت ملكياتها إلى الخزانة العامة للدولة بمقتضى قوانين أو أحكام قضائية. آه. وهو باقي الجهاز بياخد الفلوس دي بيسلمها للخزانة العامة للدولة ولا بينميها هو بيشتغل عليها؟ الجهاز هنا بيتولى إدارة هذه الأموال والتصرف فيها على حسب طبيعة هذا المال وإيه صلاحية الأصل هنا هيتم التعامل معه. بعض الأصول هتستلزم نوع من أنواع الإدارة الاستثمار التنمية، وفي بعض الأصول محتاج أن يتم تسهيلها بشكل سريع، فعلى حسب طبيعة هذا المال هي اللي هتم تحكم المسألة اللي قدام. مفهوم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد سليمان أورا رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، ودي قصة جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.